السلام عليكم. السؤال بيقول: طب انا بشتغل ريفت من وانا في الكليه وبعمل مشاريع من زمان، وكمان اخدت كورس مع احد الشركات وفاهم اساسيات البرمجه وطبقت على مشروع وكمان نزلت موقع كده، فاضل لي ايه؟ فاضل لك تشتغل. انت لما تشتغل هتبدا تاخد خبره عمليه، هتبدا تحتك بالسوق، تبدا تشتغل مع فريق. خلاص، الف مبروك.